ياسمين مغور رئيس منظمة شبيبة التجمعية بجهة رباط القنيطرة. اليوم حنا كنتواجدوا في المقر الإقليمي للتجمع درنا أحرار في مدينة القنيطرة في إطار فعالية الجمع العام لتأسيس التمثيلية المحلية لشبيبة التجمعية بمدينة القنيطرة. اليوم كان لقاء مع مجموعة من الشباب ديال مدينة القنيطرة، خيرة الشباب ديال هذه المدينة اللي كان عندهم الرغبة أنهم ينخرطوا في مسار العمل والمعقول، مسار أغراس مسار التجمع الوطني الأحرار. اليوم هاد الشباب ما يمكننا إلا أننا نحتضنهم لأنهم بغاو التغيير وبغاو القنيطرة أحسن، لأنه التجمع الوطني الأحرار جايب برنامج تستاهل أحسن والقنيطريين يستاهلوا أحسن. أجواء دازت رائعة جدا، الشباب اليوم كانوا متوافقين مع بعضياتهم، كان الاختيار ديال مجموعة من الشباب اللي غادي يشرفوا المدينة ديال القنيطرة وكذلك غادي يشرفوا الشبيبة التجمعية. شفيق الودغيري عضو في الإدارة الوطنية للشبيبة التجمعية، اليوم كنظن هو آخر مسار ديال الهيكله ديال الشبيبه التجمعيه، لان احنا على بعد امطار قليله من استحقاقات انتخابيه توفقنا ولله الحمد اننا نخرجوا تمثيليه محليه في المستوى اللي تضم كفاءات واطر شابات وشباب اللي ممكن انهم يكونوا احسن سند لحزب التجمع الوطني الاحرار على مستوى مدينه القنيطره. احنا كنا يقين ان هاد المسؤوليه وهاد الثقل هما في المستوى ديالو غادي يشرفوا اكيد المنظمه ديال الشبيبه التجمعيه وغادي يشرفوا اكيد حزب التجمع الوطني الاحرار، ومتاكدين انهم غادي يقليوا البلاء الحسن من اجل تحقيق نتائج مرضيه جدا خلال استحقاقات انتخابيه المقبله. محمد صابونجي الشبيبه المحليه، اليوم كيفون للاخوان بعد صوت ديمقراطي لانني وليت رئيس الشبيبه المحليه مدينه القنيطره، وهذا عرس بالنسبه لينا وبالنسبه لكاع القنيطريين، لان شباب ديال القنيطره ان شاء الله اليوم تجمعوا وسط مع حزب التجمع الوطني الاحرار باش نكونوا واحد القوه اللي نعاونوا المدينه ونزيدوا بها القدام ونصلحوها. وكما قال السيد رئيس الاخ عزيز اخ نوش، قنيطره المغرب يستاهل احسن، وحنا كنقول لكم كشبيبه محليه قنيطره تستاهل احسن. عمراني ايوب رئيس اللجنه التحضيريه التجمعيه باقليم القنيطره، استطعنا اليوم بعد عده محطات وبعد عده لقاءات تواصليه داخل الاقليم تجديد التنسيقيه الاقليميه والمحليه للشبيبه التجمعيه باقليم القنيطره. هذه الشبيبه فيها عده شرائح ديال المجتمع اللي هي شريحه، هي شبيبه صلبه، شبيبه كيطمح لها اي حزب، شبيبه اللي طامحه للتغيير. وحنا كشباب ديال مدينه القنيطره كان اوني شونسو، حنايا فرحانين باختيار التجمع الوطني الاحرار كمحطه للتغيير، وتنقولوا للقنيطريين تسالوا احسن.